اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حديثنا عن أنصار الحسين عليه السلام، ومنهم سعيد بن عبد الله الحنفي، والذي ذكر أيضا باسم سعد بن عبد الله الحنفي وسعيد بن عبد الله الخثعمي. هو أحد الأصحاب الراسخين والوجوه المعروفة في كربلاء، واستنادا إلى رواية البلاذري فإن سعيد بن عبد الله كان في عهد إمامة الإمام الحسن عليه السلام بأبي وأمي، وهو من مخالفي الصلح مع معاوية، رفض الصلح مع معاوية، لكن وافق عليه بعد التشاور مع الإمام الحسين عليه السلام. كان سعيد بن عبد الله أحد الذين دعوا الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، والتقى الإمام برفقة المجموعة الثانية التي حملت كتب الكوفيين إليه. التقى الإمام برفقة المجموعة الثانية التي حملت كتب الكوفيين إليه، كما كان عامل إيصال جواب الإمام عليه السلام لأهل الكوفة. جاء سعيد إلى دار المختار بعد مجيء مسلم عليه السلام إلى الكوفة، وأعلن عن نصرته ووفائه للنهضة الحسينية من خلال كلمة ألقاها وحرض فيها الناس على البيعة لمسلم والطاعة له. وعندما أذن الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لأصحابه أن يتركوه ويخرجوا من أرض المعركة، أظهر محبته ووفاءه في خطبة ملحمية حيث قال: والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق فأحيا ثم أذر يفعل ذلك، أو أحرق حيا ثم أذر يفعل بذلك 1000 مرة، ما فارقتك حتى ألقى الله دونك. واستنادا إلى بعض الروايات، صلوا الظهر أي في يوم عاشوراء، وصلى بهم الإمام الحسين عليه السلام صلاة الخوف، ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد قتالهم ووصل إلى الحسين عليه السلام، فاستقدم الحنفي أمامهم فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يمينا وشمالا قائما بين يدي الإمام، فما زال يرمى حتى سقط. فقال الحسين عليه السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله: تقدم أمامي. فتقدم أمامه في نحو نصف أصحاب الإمام، فصلى بهم صلاة الخوف. وروي أن سعيد بن عبد الله الحنفي تقدم أمام الحسين عليه السلام فاستهدف له أو استهدف بيرمونه بالنبل، فما أخذ الحسين عليه السلام يمينا وشمالا إلا قام بين يديه، فما زال يرمى حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم جراحي، فإني أردت بذلك نصرة ذرية نبيك صلى الله عليه وآله. ثم مات فوجد به 13 سهما سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح. وذكر في كتاب مثير الأحزان لما وصل القتال إليه عليه السلام، تقدم الإمام أمامه رجل من بني حنيفة يقيه بنفسه حتى سقط بين يدي الحسين عليه السلام، فقال الحنفي: اللهم لا يعجزك شيء تريده فأبلغ محمدا صلى الله عليه وآله نصرتي ودفعي عن الحسين عليه السلام وارزقني مرافقته في دار الخلود. هذا الصحابي الناصر للإمام الحسين عليه السلام يثبت لنا أن الدفاع عن الإمام وأهمية الصلاة، يثبت لنا كيف نهتم بالصلاة ونصلي جماعة ونهتم بالحضور بالمساجد من خلال تقديم نفسه بين يدي الله عز وجل. فعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.